الناقد الفني امير عباظه، وبرحب بيك النهارده معايا في اخبار اليوم. اهلا بيك. طبعا بنقول لك النهارده مليون مبروك على انطلاق الدوره 37 من مهرجان الاسكندريه السينمائي. الله يبارك فيك، والحمد لله على كل، الحمد لله توفيق ربنا، يعني بشكرك. عايزينك تكلمنا النهارده عن الدوره والفعاليات، وطبعا اهم التحديات اللي واجهتك في الدوره 37. هو دايما التحدي الميزانيه، دايما هي التحدي الوحيد، لانك انت بتشتغل بدري فبترتب، وبعدين بتعمل تخطيط مبكر للمساله، ففي استراتيجيه للعمل وانت بتشتغل بفريق عمل، بنقعد مجموعه عمل، بنقعد نتفق على حاجات، لو في حد جات له عندنا واتس مفتوح طول السنه، لو حد جات له فكره عشان ما ينساهاش يكتبها بسرعه على الواتس، فالترتيب يبقى بدري وكل حاجه بتبقى بشكل مبكر، فده ما بيخناش نتعب في حاجه، وبتطلع النتيجه الحمد لله زي ما شفت امبارح كده. زي لا يعني مش زي السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كانت الكورونا عامله مشكله، تكلم حد يبعت لك الفيلم ويعتذر، لكن السنه دي انت بتكلم حد تقول له والله يعني عايزينك معانا، فيقول لك طب ممكن اجيب فلان معايا كمان، حد تاني من فريق العمل يعني. فتبص تلاقي بدل ما انت عامل حسابك على مثلا هتجيب 40 ضيف، عندك 120 ضيف فاجنبي وعربي، فده بالنسبه لي طب ده يعني اضافه بدون شك، لكن كمان اضافه على الميزانيه الصعبه اللي ظروفها الدنيا بتغلى والميزانيه بتقل، فيعني ماشيين اتجاه طردي عكسي. اللي كمان عايزين ناكد عليه النهارده ان احنا من اول ما وصلنا المهرجان وانت مشدد جدا على الاجراءات الاحترازيه. ده صحيح، لانه حرصا على مصلحه الجميع وعلى صحه الجميع. احنا السنه اللي فاتت الحمد لله خرجنا بدون حاله كورونا واحده، في مهرجانات قبلنا وبعدنا كان عندهم ظروف صعبه. السنه دي ان شاء الله برضو انت خدت بالك، لو في قاعه الندوات لو خدت بالك انه ما فيش حد بيرفع الماسك الا ما يقولوا له لا يعني البس الماسك، فالحمد لله احنا محرصين. انا حتى من قبل المهرجان كلمت الاوتيل قلت لهم لو سمحتوا الغداء في الغرف برضو حفاظا على التباعد اللي موجود، ولو صورت القاعه هتلاقي القاعه فيها التباعد، فالحمد لله الامور ماشيه بشكل لطيف واتمنى تنتهي على خير. يعني كمان في وزيره الثقافه الدكتوره ايناس عبد الدايم من امبارح قالت جمله احنا حسيناك ان انت فرحت بعدها جدا. انا كنت طاير بالجملة، عارف لما قالت مهرجاننا ما وقفش ولا مرة، انا فعلا انبسطت جدا. اولا كلمة يعني معالي الوزيرة تقول مهرجاننا، فده جميل انها بتنسب المهرجان يعني ليها او وكده، فده بالنسبة لي شيء جميل جدا. وطبعا انا يعني ده مش جديد، لانه الدولة فعلا دايما بتكلم تقول اسكندرية مهرجاننا، السينمائيين كمان بيقولوا اسكندرية مهرجاننا، فده كل ده بيديك فخر واحساس وبيحملك مسؤولية، بيحط على كتفك عبء اكبر انك انت مش بتمثل جمعيه، لا ده انت بتمثل دوله، وده بالنسبه لي كبير. وبعدين بتمثل مدينه زي او محافظه زي الاسكندريه، دي برضو لها تقل تاني يعني. يعني لما تتكلم، لا يعني لما بكلم اي حد بره مصر عايزينك في مهرجان اسكندريه، واسكندريه في ناس بتاخده من ده شواو وبتاع وحاجات كده، ويعني الناس بترحب بشكل كويس قوي، في حين انك انت لو بتتكلم باسم مدينه ملهاش الحس والعبق والتاريخ والحضاره والاهميه الدوليه دي كان الوضع اختلف. خلينا نروح على على فكره ده بيوفر جزء من الميزانيه طبعا. وبيزود اعباءك، يعني انت عارف مثلا من سنتين كنت بكلم انا مجلاليس في فرنسا على اساس انها تيجي المهرجان، فقالت لي انا عايز اجي ازور مقابر كم الشقافه وازور الاثار الغارقه والمتحف اليوناني الروماني ومتحف المجوهرات وقلعه قايتباي ومكتبه اسكندريه، قعدت تعدد لي مزارات مقابر كومون شقافه انا نفسي ما كنتش اعرفها ولا زرتها، ف يعني قالت لي انا منتظره موافقتك، فبعت لها طبعا موافقه فوريه. حاجه تسعدنا كلنا. قالت لي ابعت لي البرنامج مختوم بختم المهرجان. بعت لها البروجرام بختم المهرجان، وجت وكانت مبسوطه جدا. اكتشفت لما جت بقول لها انت عرفت الحاجات دي كلها منين؟ قالت لي انا جدتي مصريه. جدتها مصريه فرنسيه. يعني فرنسيه كانت مقيمه في، انت عارف الجاليه الفرنسيه كانت كبيره في الاسكندريه، فوالدتها جدتها كانت هنا في الاسكندريه. طيب كمان عايزين نروح على التكريمات، انت بتكرم السنه دي المخرج الكبير علي بدرخان، وكمان معاك الفنان خالد الصاوي وسلوى خطاب، عدد كبير جدا من الفنانين. قول لي ليه تم اختيار المخرج علي بدرخان السنه دي؟ علي بدرخان احنا سبق تكريمه على فكره، ممكن هو قال ده على المسرح. كان تكريم عادي يعني مجرد تكريم لمخرج، الكلام ده مثلا من حوالي 20 سنه. فاحنا جينا في 2014 وقلنا احنا عايزين نعمل شكل تاني للتكريم بالنسبه لنجومنا وفنانيننا وكده. قلنا نعمل الدوره باسم الفنان. لدرجه انه عملنا اول دوره كانت باسم الاستاذ نور الشريف الله يرحمه. بعدها بشهر سافر دبي بيعمل برنامج هناك فقالوا له ايه اهم تكريم في حياتك؟ وهو بيتكرم. قال لهم تكريم اسكندريه.
فالغريب العادي انك انت تقول له تكريمكم انه ده اخر تكريم زي اخر افلامي هو اهمهم الكلام ده يعني. فقالوا له ليه؟ قال لهم لان انا هموت وتفضل الدور باسم نور الشريف. ففي اللحظه دي بس حسيت بقيمه الفكره اللي انا فكرت فيها واللي انا بدات انفذها. فكنت دايما حريص على انك وانت بتختار يا تختار صح قوي. فالحمد لله كانت الدوره الاولى لنور الشريف، الدوره الثانيه الاستاذ محمود ياسين، الدوره الثالثه مدام يسرى، الدوره الرابعه الاستاذ حسين فهمي، الخامسه مدام ناديه لطفي، السادسه مدام نبيل عبيد، والسابعه السنه اللي فاتت كان او الثامنه سوري لا فريد شوقي كانت المئويه كانت باسم الاستاذ عزت العلايلي. ويا شاء شاء الاقدار ان الراجل بعد السعاده في التكريم يتوفاه الله يعني. فكانت لحظه فارقه معايا. لما جينا نفكر في الاستاذ علي، الاستاذ علي كنا عايزين نعمل له احتفال في القاهره في ابريل اللي فات بمناسبه 75 سنه على ميلاده. وبعدين جيت فكرت قلت طب انت لو هتعمل ده طب ما تروح تعمله في اسكندريه وتعمل الدوره باسمه وتبقى غيرت الشكل، بدل ما انت بتغير بتكرم ممثلين بس او تهدي الدوره الممثل بس نجم، لا طب ما احنا ممكن نديها المخرج. احنا المهرجان الوحيد تقريبا اللي بيكرم كل عناصر السينما يعني. انت لو بصيت امبارح هتلاقي تكريم ممثلين وهتلاقي تكريم مخرجين وهتلاقي تكريم كاتبه وهتلاقي تكريم مدير تصوير، كل عناصر السينما موجوده. فقلنا طب ما احنا نبدا بعلي، وفعلا الاستاذ علي يستحق لانه رغم افلامه 10 مش كتير الرؤيه الطويله، الا انه منهم 5 او 6 في اهم 100 فيلم في تاريخ السينما، فاذا دي قيمه كبيره جدا. فبالعكس يعني احنا سعداء بتكريم الاستاذ علي او باهداء الدوره للاستاذ علي. هل ممكن نشوف الدورات اللي جايه تكريم للراحلين الاستاذ سمير غانم؟ طبعا القيمه والقامه كبيره، والاستاذه دلال عبد العزيز. بص احنا كنا في عندنا بنعمل مسابقه للفيلم المصري سنويا في القاهره، وكنا هنهديها للاستاذ سمير غانم. واتصل بيا رئيس مهرجان شرم الشيخ الاستاذ جمال زايده وقال لي انا عامل دوره باسم سمير والنبي بلاش تكرمه. فيعني حرصا عليه وخاصه انه كان في خلاف سابق بسبب استاذ عزت العلايلي لو انت فاكر، فوافقت. عاده احنا في مهرجان اسكندريه الراحلين ما بنكرمهمش تكريم عادي يعني، يبقى احتفال بمئويه يعني، لازم يكون في مناسبه يعني. انا مش هكرم حد لمجرد انه مات، لانه ممكن بكره علي عكر يموت فيقول لك كرم علي عكر، فالمساله صعبه. لكن اكيد دوره جاي الاستاذ سمير وان شاء الله هيتكرم. والسنه الجايه 22 دي فيها مئويات كتير برضه هنتكلم فيها بعدين انا وانت. بنتمنى لك كل خير وتوفيق وبنقول لك مليون مبروك مره. شكرا ليك وشكرا لكاميرا الاستاذ ياسر حمايه والكاميرا مان.